اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. في الحاجة معنا مبسوط جدا 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 في الحاجة مع رجعنا لها تاني. انا مبسوط عشان بقالي فترة ما بقولهاش، يعني انا مبسوط جدا جدا ان انا عديت 25,000 مشترك. اتمنى بقى ان يكون الناس بدأت تثق في ان انا ان شاء الله هوصل لل 100,000. زي ما شايفين انا ماشي بمعدل حلو الايام دي، بجيب 1000 مشترك كل 3 ايام. رجعت للمعدل اللي انا كان نفسي ارجع له بقالي فترة، ان كان في فترة كنت بجيب 1000 مشترك كل 4 او 5 ايام، لا انا رجعت تاني اجيبهم كل 3 ايام، ودي حاجة كويسة جدا. ان شاء الله باذن الله هوصل لل 100,000 مشترك ان شاء الله بمساعدتكم. طبعا في ناس هتقول لي فادي الفيديو ده متعادة، احنا الاسطوانة ده حفظناها كتير، كل شوية شكرا 20,000، شكرا 21,000، شكرا. ايه الفايدة من الفيديو ده؟ ما انا قلت لكم الفيديو ده ما يعتبرش للمشتركين الاصليين اللي في القناة، لان انتوا خلاص اوريدي يعني اوريدي عارفين ان كل 1000 مشترك بعمل شكر، فايه الجديد؟ لا، الفيديو ده معمول للناس اللي هيجي لها الفيديو في المقاطع المقترحة. انا اتكلمت في الموضوع ده كتير. الفيديو ده لما واحد في المقاطع المقترحة يشوف فيديو من قناتي شكرا 25,000 مشترك، هينجذب ان هو يشوف القناة دي بتقدم ايه، عشان كده قدرت تجيب ال 25,000 مشترك مثلا. يعني في ناس كده، في ناس ما تنجذبش للفيديوهات قناة لما تحس ان الى حد ما عنده مشتركين كويسين، فلما يخش على الفيديو ممكن بقى يتشوق يشوف بقى فيديوهات القناة مش عارف ايه والكلام ده. فهي دي فكرة ان انا بعمل فيديو الشكر. اي نعم المشتركين الاصليين ممكن يزهقوا او يملوا من الفيديوهات ديت، لكن صدقوني حتى برضو وفي على فكره بعض المشتركين بيقولوا لي احنا فادي رغم ان احنا بنبقى عارفين انت هتقول ايه، لكن برضو بنحب نشوف الفيديو بتاع شكرا ده. فعادي يعني ما فيهاش حاجه، يعني زي ما قلت لكم انا بعمل فيديوهات كتير، الفيديو اللي ما عجبكش ما تشوفوش، لكن انا ما اقدرش اقلل فيديوهاتي. يعني انت ما تزعلوش مني يا جماعه، انت ما تفرضش عليا اقلل فيديوهاتي، انا بعمل فيديوهات كتير، انت شوف بس اللي انت عايزه. يعني الفيديو جيمنج بيبقى واضح ان ده جيمنج وبيبقى في اسم اللعبه، الفيديو اللي هو يعني حتى شكرا مثلا 25,000 مشترك بيبقى واضح من العنوان، تشوف العنوان شكرا 25,000 مشترك، مش عايز تشوف فيديو الشكر ده ما تشوفوش، شوف فيديوهات ثانيه بس. فيعني انا ليك الحريه، لكن انا مش بايدي ان انا اقلل فيديوهات، ما ينفعش قناه هتقع. انا عايز اثبت على التفاعل بتاعي يا جماعه، عشان مش عايز اوقع القناه. انا سمعت نصيحه الناس قبل كده في ان اقلل الفيديوهات، زي ما بقول لكم القناه سقطت واتخسف بيها الارض، اتمسح بيها الارض تماما، تعبي كله كان هيروح. فعشان خاطر يا جماعه ما حدش يقول لي الكلام ده، ارجوكم الفيديو اللي ما عجبكش ما تشوفوش بس كده يا جماعه. واتمنى بقى تساعدوني بالشير بقى واللايكات الحلوه بتاعتكم وكده بس كده يا جماعه، وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.